اكو اطراف سياسيه عندها سلاح، عندها فصائل قريبه من ايران جايه تتغزل بامريكا حتى تلزم الوضع كله وتقول لهم انا اسكتهم. زين، مو هذا الوضع مالتنا اللي احنا نريده، اللي يتحكمون بالحكومات وتغيير ما فهمت ها ما فهمت. يعني اكو فد زعيم معين، فد زعيم جاي يقعد هوايه ويا ويا الامريكان، ويعني الامور طيبه، زعيم مسلح ها زين، يقول لهم اني انوم لك اياهم، اني اقلل نفوذ ايران، اني ما قال انا اقلل من 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 هذا انا منو هذا؟ ما اقول لك انا شو اقول لك؟ لا اقول لك ولا ايش خلي هاي هيك هاي ما لها قيمه اذا ما تقول لي من عدي اي غير تقول لي فلان ما اقول لك وين مالي ما اقول لك القاهم واقفين القاهم الولاد واقفين يم بيتي عندما سياسي يطور نفسه يطور وضعه بقناعاته بقراءته وصار جزء مباشر من حكومه، ليش هذا عمليه التشويه؟ فلان وانت تعرف المقصود قعد ويا الامريكان وقعد ما قعد ويا الامريكان، اعطيني دليل قعد ويا الامريكان وناقش، والمقصود الشيخ قيس الخزعلي. هذه مساله اتهام الان بدور اللي يمارسه بالعراق ودور التهدئه، وانتم تطالبون بالاتجاه العمل السياسي وانتم معترضين على اي واحد خارج المنظومه السياسيه وكذا وكذا. الان الويتا جزء من الحشد الشعبي باسمائهم بكل شيء بقاعدتهم يعني الاداريه واضح. الان والله التقى مع الامريكان، والله اكو اعداد اليه، والله يريد ياكل الكل، هذا مو ايش وقت احنا تصفى نوايانا؟ يعني انا احمل لي اشكاليه بداخلي او موقف، هذا لازم موقف يظل السيف مسلط على